سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. تابعوا معنا حصريا حفلات عمو يزيد بولاية غردايا تحت شعار لنعيش معا في كنف السلم والأخوة يا أطفال. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. شكون يقدر يقول لي وقتاش اليوم العالمي للغة العربية؟ 18 ديسمبر. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي، ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم. أسرتي لما نلتم فيها فيها. هذه المرة حفل مدينة زلفانة. إخواتي ما أحلاهم. أمي نورتي دربي يا أحلى ما في الدنيا، حبك ساكن لي قلبي ساكن روحي وعيني. شكرا يا عمو يزيد ومرحبا بك في زلفانة، وشكرا على كلش فرحتنا بزاف. شكرا عمو يزيد. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية، بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات كل الحصص كل الحفلات وأكثر.